السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. هعمل معاكم كاندي جار، وفي نفس الوقت ممكن تستخدموا فانوس على الشكل الرمضاني، وبطريقة سهلة جدا. ودي كده الحاجات اللي محتاجينها: قماش خيمية، هقص الدايرة دي، انا محتاجة دايرتين، وكده لما قصيتهم دايرة كبيرة ودايرة اصغر بشوية، وبرطمان، ده كان برطمان عسل، نقعته الاول في شويه ميه سخنه عشان اعرف اشيل اللزقه اللي عليه. ودي اللي بتتركب في الماسوره من ناحيتين، الواحده بتتباع ب5 جنيه، كان في منها الفضي وكان في منها الذهبي. والشريط ده بيتباع في محل الخردوات، المتر ب4 جنيه، ومقص، واخر حاجه المسدس بتاع الشمع. والدايرتين دول هلزق واحدة على البرطمان هنا كده، والتانية احطها على الغطا، بحط شمع على الغطا، وبعد كده هلزق الدايرة دي عليه، بثبتها كويس قوي في الغطا. محتاجة شمع من الجناب، احط لها شمع من الجوانب كلها عشان الدايرة دي تمسك في الغطا كويس قوي وما ترجعش تفك تاني. عملته معايا كل مرة دي بالشمع عشان في ناس كتير قوي ما عندهاش ورنيش مائي، انا كنت هعمله بالورنيش. واللي ما عندوش المسدس برضه ممكن تجيبوا الشمع بتاع المسدس وتسيحوه على الولاعة، وبعد كده تبتدوا ان انتوا تشتغلوا بيه عادي. هعمل من الجوانب بتاعت الغطا، بس افك الغطا الاول عشان يبقى اسهل لي. بحط شمع على حتة حتة كده، وبعد كده ببتدي ان انا الزق القماش على الغطا. بكمل الغطا كده بالشكل ده. والقماش ده لو مفيش اي حد عنده مثلا موجود ممكن يستخدم ورق الفوم، والفوم ده بيجي من المكتبة. تقصوا حتة دايرة كبيرة اكبر من الغطا بشوية عشان تداروا الجوانب بتاعت الغطا، وبعد كده تلزقوها على الغطا. وتقصوا الحته اللي قدام دي، ممكن تعملوها شكل نجمه او شكل هلال وتلزقوها على البرطمان. وكده بعد ما لزقت الجوانب كلها بتاعت الغطا هقص الزوايد دي كلها. وده كده شكله، وبعد كده هغطيه وهبتدي ان انا ازينه. بحط شمع كده على اول حتة عشان اثبت بس الشريط ده، وبعد كده ابتدي ان انا الزقه. وهلفه بقى كده على الغطا، هلفه كده داير ما يدور على الغطا كله. هعمل معاكم الحتة دي وبعد كده هكمله وهوريه لكم. وكده شكل الغطا. هحط الشريط تحت البرطمان عشان البرطمان ما يتحركش لما الزق كده القماش عليه. بثبت القماش الاول من النص، نقطة صغيرة من الشمع. وبعد كده هثبته من الجوانب. وهثبته كده من فوق. انا اي حاجة بلزقها بثبتها الاول وبعد كده بكمل لزقها.
من الناحية التانية برضو بحط نقطة صغيرة وبدوس عليها كده كويس، والأماكن اللي ما حطتش عليها شمع بحط كده عليها شمع وبثبتها كويس قوي في البرطمان بالشكل ده كده، فاضل الحتتين اللي فوق. ومن الناحية التانية وده كده شكله. بعد كده هقلب الغطا واحط البرطمان عليه عشان البرطمان ما يتحركش وانا بزينه. بحط نقطة شمع الاول وبعد كده بثبت الشريط ده. بلزقه كده على حرف القماشة، بحط كده عليها شوية شمع وبعد كده بثبت الشريط ده فيها. بكمله كده بالشكل ده، بحط الشريط على اخر القماشة هعمل الحتة دي كمان، وبعد كده هكمله وهوريكم شكله. وكده بقى شكله. ممكن تعملوا كم واحد بنفس الحجم ده بتاع البرطمان وتخليهم ليميش رمضان، شكله جميل جدا. وبعد كده هلزق اللي بتتركب في الماسورة دي، بفتحها الأول، دي هخليها القاعدة بالشكل ده كده، هلزق فوقها البرطمان ودي هحطها على الغطا من فوق، وهو ده كده هيبقى شكله. هلزقهم على البرطمان، أنا هلزقهم بالشمع بس في لزق أقوى من كده لو حابين تستخدموه اسمه سوبر جلو، بيبقى فيه منه الاخضر وفيه منه كده الاسود، انا جربت الاتنين، الاسود بصراحة احسن بكتير، وده بيتباع عند الموان. بعد كده هلزق القاعدة الاول، بحط كده عليها كمية شمع كتير عشان تمسك كويس اوي في البرطمان. بلزقها كده في نص البرطمان وبعد كده بحط عليها شمع من بره. بعد كده هركب دي على الغطا من فوق في المكان ده، بحط عليها شمع. بلزقها كده في نص الغطا وادوس عليها كده شوية عشان الشمع يمسك. ده كده شكله. اول فكرة ان انتوا هتستخدموه ككاندي جار، هتحطوا فيه مش رمضان او تحطوا فيه البلح، تحطوه كده وتقفلوه وتحطوه على السفرة يبقى بالشكل ده كده، بسيط خالص وفي نفس الوقت شكله جميل. وتاني فكرة هتستخدموا كفانوس، هتجيبوا الشمعة دي وتحطوها في البرطمان من جوه، والشمعة دي اسألوا عليها في اي مكتبة اسمها شمعة بالحجارة او محلات اخر العنقود اللي هي محلات 2.5 او الناس اللي هي بتبيع فوانيس. وده كده شكله النهائي، اتمنى ان هو يعجبكم، وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تدوسوا على اللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.